مرحبا مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج أكتاف. اليوم موضوعنا حيكون عن مؤلف فرنسي عظيم يشكل كثير من حياة الموسيقيين اللي ساب الطب واتجه إلى الموسيقى. عم نحكي عن هكتور بيرليوز، المؤلف الفرنسي وسيمفونيتو لسيمفوني فانتاستيك اللي هي علم من أعلام الحقبة الرومانسية. بس قبل ما نتبحر زيادة خلينا نتعرف على ضيفتنا اليوم. أنا اسمي ياسمينة الصباح وأنا قائدة أوركسترا وجوقة. من أنا وصغيرة بعزف على البيانو، وأنا أمي كانت معلمة موسيقى فربيت بجو موسيقى بالبيت، ومن هون أنا عرفت أنه الموسيقى يلي بدي أعملها بحياتي وبعدين القيادة. قائد الأوركسترا الناجح هو يلي بيعرف يطلع أحسن شيء من الموسيقية يلي قدامه. أول لحظة لإلي على المسرح كنت كتير صغيرة كان أول ريسيتال بيانو، يعني عرفت أنه أنا هون المحل المناسب لإلي. لما تكوني عم بتقودي أنسامبل كبير قدامك بتكوني عم تهتمي بكتير شغلات، وواحدة من هالشغلات هي الموسيقى، فهيدا بيساعد أنه ما نتوتر لأنه ما عنا وقت أنه نفكر بالتوتر. قائد الأوركسترا ما في ينجح بلا السمع، لازم يقدر يسمع ويعرف شو يسمع بالأوركسترا. أهلا وسهلا فيك بناتنا يا ياسمينة. مرسي أنه تقبلتوني اليوم، أنا كتير مبسوطة أن أكون هون. وإحنا جداً متحمسين أنك معانا اليوم. ياسمينة، أول شيء قبل ما نحكي عن السيمفوني فانتاستيك بدي أحكي عن بيرليوز، وأنا بعرف أنه أنت بتحبي بيرليوز جداً. أكيد. وهي السيمفوني تحديداً. كتير. هلأ هو بيرليوز بيو كان طبيب ودفعه لابنه أنه يتعلم الطب، وفات يتعلم الطب بس ترك بعد فترة كتير قصيرة. صح. وأهله كانوا معارضين جداً، خاصة أمه حتى أنه رفضت أنه يكون موجود بالبيت. سؤالي لقلك قبل ما نبلش نحكي بهالمواضيع كلها، قديش دعم الأهل مهم بحياة كل فنان؟ دعم الأهل كتير كتير مهم، لأنه بيروح الواحد بيدرس يلي بيحبه، بيتخصص بيلي بيحبه بس هو ومرتاح، بس لأنه بالنهاية كل واحد بالحياة حيترك يلي ما بيحبه، حيعمل يلي بيحبه، فخلينا نختصر كل شيء ومن الأول. وهذا الشيء اللي عمله بيرليوز بالنهاية. لا، ويشكل يعني كثير من حالاتنا إحنا كموسيقيين بالذات العرب، يعني تحديداً أكيد. كثير ناس يبدأوا في مجال وينتهوا في الموسيقى ويتركوا المجال هذا تماماً. صح، لأنه بالناحية تبع العالم تبعنا ما يمكن منعرف كلنا أنه في فرص عمل للموسيقية، وهي كتير كتير عديدة. يعني فيها تروح مش بس من الغناء أو البرفورمانس، في كتير كتير مهن. صح. فيها تنعمل بالموسيقى. طب ياسمينة خلينا نركز شوية على بيرليوز كشخص، وزي ما قلنا هو عالم من أعلام الموسيقى الكلاسيكية. إيش ممكن تقولي لنا عن تفاصيل حياته اللي شكلته كإنسان اللي عمل هذا السيمفونية العظيمة؟ هو اللي كتير كتير حلو ببيرليوز إنه هو عن جد بيرمز الرومانتيك بيريود. هو بكل أشغاله حب يحط من نفسه بمقطوعاته، وهيدا واحد من البرنسيبلز تبع الرومانتيك بيريود، إنه الواحد يحط حاله والفيلينجز تبعوله بنص الكومبوزيشنز. وبسيمفوني فانتاستيك هي بتخبر عن قصة الحب تبعيته وحاطت كتير من نفسه ومن شعوره بهيدا البيس. ياسمينة، نحن بنعرف إنه الحقبة الرومانسية مثل ما أنت قلتي أكتر فلسفية، أكتر إنه صارت الموسيقى بترمز لصور معينة أو حالات معينة، حالات الإنسان نفسه، حالة الإنسان. صح. نفسه طبعاً، مشاعره. بيرليوز كيف ترجمها بالسيمفوني فانتاستيك؟ سيمفوني فانتاستيك هي تروي قصة حياته شوي وتجربته مع الحب. هو راح مرة يحضر مسرحية هاملت تبع شكسبير وانغرم بالأكترس، الممثلة اللي كانت الرئيسية. نعم. فهو حبه، ومن هيدا اللحظة صار كأنه هوس عنده. صار عنده هوس. ما بقى في شيء لمن راسه، فكتب كل هالسيمفونية كيف بيشوفها، كيف بيتخيلها، كيف بيحلم فيها، وبعدين كيف إنه هي عن جد يعني دمرته كإنسان، وكل الفيلير تبع اللوف تبعه. يعني وقت تقدم ليأخذ إيده أو ليتجوزها لهارييت نفسها، هي رفضت أول شيء. أيوه. وكان عندها بين الإيه وبين اللا، يعني ما كانت مقررة، فبيقوم بياخد سم قدامها، فوقتها شافته أنه أخذ السم قالت له خلص أوكي بتجوزك.
فكان بالغ الصراحة. كان معه الانتيدوت أو المعاكس تبع السم وأخده، بس ضله أسبوع مريض تعبان أسبوع فعلا. يعني قديش في البرنامج نتكلم عن هذا الموضوع تحديدا، أنه كيف الحب والمعاناة والمأساة بتعطينا أشياء جدا حلوة زي سيمفوني فانتاستيك، تعطي كتير أشياء حلوة بالفن عامة وبالحياة، بالحياة عامة يعني، بس مسكين الشخص عاد اللي تعذب. أكيد هني دايما بيقولوا أنه معظم الكومبوزرز يعني من الألم قدروا عملوا شيء حلو. أكيد على القليلة يعني هيدا الألم والوجع عم بيروح بشي كونستراكتيف وعطانا شيء حلو نقدر نتذكره عبر التاريخ يعني. اكيد لما برليوز الف هيدي المعزوفه من وراء هوسه بهاريات، بس هاريات ما كانت موجوده باول بيرفورمانس، صح ما كانت موجوده، بس هي كانت موجوده بالثانيه وهون اكتشفت انه عم بيحكي عني هالموسيقى لإلي، وهون هي بعدين عسك اوكي، فصاروا سوا بعدين فزبطت معه بعدين. بس بدي احكي قصة انه علاقة حبه بهريات وكيف رجعوا تزوجوا هي ترجمت السيمفونية نفسها، صح السيمفونية نفسها. بعدين رح نحكي على تفاصيل السيمفوني ورح نشوف كيف وصلت هذا الشيء انه يتزوجوا ويرجعوا هريات برليوز. طبعا وياسمينة السيمفوني فانتاستيك لبرليوز هي كانت يعني مثال للموسيقى التصويرية في هذاك العصر، صحيح؟ صح، هي كتير إنوفيتيف بستايل، لأنه يلي عمله برليوز أنه كتب بروجرام وبهذا البروجرام على كل موفمنت على كل حركة في ديسكريبشن على شو عم بيصير، كان يحط هو نفسه يعني هو اللي كتبه، صح وهو أصر إنه هيدا البروغرام يكون نوزعه للجمهور ده هو يقدر يتبع القصة هو وعم بيسمع، صح الموسيقى، صحيح. فبيفسلنا شو معقول نسمع، وبعدين كل واحد الحلو فيها إنه لأنه ما في أنيميشن كان وقتها، كل واحد بالإيماجينيشن تبعيته كيف عم بيتصور هذا السين. وقال هو برليوز نفسه إنه ما نقدر نتكل على كلمات أو ليبريتو أو أي نوع من التكست في هذا السيمفوني، فإنه لازم نتبع البروغرام النوتات اللي هو كان حاططها كاتبة بيده عشان تؤدى بشكل معين وتفهم بشكل معين. هذه السيمفونية اللي بيميزها إنه كانت من 5 حركات يعني إجمالاً نعرف معظم السيمفونيات بيكونوا 4 حركات، هيدا من 5 حركات، هي تعتبر طويلة شوي. هي ايه طويلة شوي، وبرليوز تأثر شوي من concepts بيتهوفن to enlarge السيمفوني، فهو يوسعها فبدل ما تكون 4 movements مثل ما قلت هو زاد الخامس، لأنه القصة كانت عايزة 1 خامس، فهون بيبين كمان التطور كيف التفكير صار بكتابة السيمفوني، ما بقى هالقد مقيدين بالرولز تبع الكلاسيك. وهو حتى مش بس انه عمل 5 حركات، هو كمان وسع بالاوركسترا وكبر الاوركسترا، صحيح ضاف يعني كانت من بوقتها من اضخم الاوركسترات، مش 90 93 شخص هو كتير ضخم الأوركسترا، وكتب تريتيز عن الأوركستريشن يلي كتير كومبوزرز من عصره ومن يلي بعده تأثروا فيها، لأنه هو كان كتير مميز بطريقة استعماله للآلات الموسيقية، ما كان يستعملهم بس للموسيقى بس كان يستعملهم حتى للساوند افكتس، وعمل كتير تجربات بطريقة تصويرية يعني 100% مشان يفرج شو عم بيصير بالقصة. يعني تنشوف حتى بوقتها دايما بنقول نحن انه قبل ما يكون في افلام، قبل ما كنا نروح على 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 سينما نحضر موفي، كان يروحوا العالم تيشوفوا قصه من موسيقى، من موسيقى فعلا، ويترك فعلا الخيال تبع المشاهد فعلا يروح. وممكن الالات تستخدم بهذا الشكل زي ما عمل برليوز، يعني مثلا عندك اله التيمبني اللي هي الطبله الكبيره بوف 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 تشكل صوت الرعد مثلا، او الالات النفخ صوت العصافير، او بس برليوز بعد أخذها على إكستريم أكتر، على مثلا مكان تاني في محل بيقول للفيولينز يلعبوا بالكولينيو يعني يقلبوا البو القوس يلعبوا إيه، فبتعمل كأنه السكيلتنز عم بيعملوا هيك بآخر موفمون، حتى بيستخدم الفلوت والبيكولو يعملوا كأنه شريكس كأنه حد عم بيصرخ، أيوة. يعني يستعملهم بطريقة إذا بنعزلها ما عم بيلعبوا ميلودي، أيوة. بس عم بيستعملها كساوند افكت، وهيدي التجربة كان شيء تأثيرات صوتية كتير جديد يعني. هو عمله إجمالاً لما كله ينحط مع بعض بيعطينا عمل رائع وعظيم أكيد. زي هذا أكيد. وبنعرف إنه برليوز دخل المعهد بباريس وربح حتى جائزة بري دورام،
صح. هو بعد بيتهوفن صار عندهم الكومبوزر شوي عقدة، قد ما كان كومبوزر اعتبروه هيرو، صاروا انه مين فيه يعني بيتهوفن، صح، فصاروا يضطروا يربحوا هيدا الجائزة البري دو روم مشان يطلع لهم بلاتفورم انه يفرجوا شغلهم. فهيك عمل بيرليوز مشان يقدر كمان ينجح بعالم الموسيقى يلي كان صار عم بيصير كثير كومبتيتيف. من بعد ما ربح هذا الجائزة انتقل لروما لإيطاليا، وهنيك كتب الحركة الثالثة اللي رح نحكي عنها بس بعد الفاصل. ورجعنا على حلقتنا اللي موضوعها سيمفوني فانتاستيك لبرليوز. ياسمينة، هذه السيمفوني عشان نعطيها حقها لازم نتكلم بالتفاصيل عن الحركات الخمسة اللي فيها، ولازم نتكلم كمان عن فكرة مهمة ابتكرها برليوز اللي هي الإيدي فيكس، عبارة عن موتيف أو فكرة موسيقية تتكرر خلال الحركات الخمسة. فإيش ممكن تقولي لنا زيادة عن هذا الموضوع؟ سو الإيدي فيكس هي نغمة بتضلها بتنعاد بترمز هاريت البنت اللي بيحبها، والمميز إنه كل ما بتنعاد الإيدي فيكس بتنعاد بطريقة مختلفة حسب مشاعره لإلها. يعني بأول حركة بيكون بعده مغروم فيها عم بيشوفها لأول مرة، نسمع مع الإيدي فيكس ببوم 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 مثل دقات القلب، لأنه بيكون يعني بعد بس تو شافها ومشوق وكتير جديد الحب. مثلا غير مرة بتكون معزوفة بطريقة فالس، بطريقة رقصة كأنه عم بيشوفها عم ترقص. مثلا بالحركة الخامسة لعب الإيدي فيكس بطريقة مبتذلة وقلل كتير من قيمتها تيفرجي أنه هو غضبان منها، غيرت نظرته ليها 100%. طب تنرجع على الحركة الأولى، هو كان برليوز هو وصغير انغرم بصبية عندهم بالضيعة، بس هي كانت أكبر منه وكل تمسخر عليه إنه هذا الصبي الصغير مغروم بهيدا البنت، ولحن لها غنية، صار يغنيها ولحن لها إياها ويغني لها إياها كل ما يشوفها وهي تطلع فيه وتضحك. هيدا الغنية بالذات استعملها بالحركة الأولى بالافتتاحية تبع السيمفوني. خلينا نحكي عن الحركة الأولى يا ياسمينة. الحركة الأولى برليوز كتب غافوري اي باسيون، يعني الحلم تقريبا، الشغف والحلم، صح. وهون بتكون أول مرة بيشوفها لهاريت، فمنسمع الموسيقى عم بتروح بأحاسيس كتير مختلفة، فمنشوف عم بيمرق بكل هالمشاعر يلي من الأول عم بيعطينا هيك مود غامض شوي. بس هون أول مرة بتظهر من الظلام، تظهر الإيدي فيكس لأول مرة. تفسر ارجع شوي عن الإيدي فيكس، هي أكتر تفسر للمشاهد، هي أكتر كيف نحن بالأفلام وقت نشوف شخصية معينة دايما في عندها موسيقى لألا، نغمة، رنة، أول ما يوصل حدا شخص نسمع موسيقى، صح صح. فالإيدي فيكس هيك، يعني هي عم ترمز لهريات، صح. كل ما بنسمعها بالسيمفوني بنعرف إنه هريات حضرت، صح. فأول مرة مثل ما قلنا تظهر مع دقات القلب تبعه له، وبعدين يعني بيروح على اكسايتمنت وبيصير بيحلم، بس بالاخر بيصير بيتردد انه معقول اقدر ما احصل عليها، وهيدا بتنحس بالموسيقى يلي بتروح بتفقع وبعدين بتصير اروق واروق واروق واروق، وبتخلص بطريقه كانه عم بيصلي بطريقه امل انه يقدر يكون معه. نوصل للحركة الثانية. الحركة الثانية هي عبارة عن حفلة أمبال. فبالأول بيستخدم طريقة كتير هوليوود، كتير سينما، بنسمع الموسيقى هيك بتكون كتير ميستيريوس غامضة، وبعدين منحسها عم تعلى عم تعلى عم تعلى، يعني كأنه أنا بعيدة عن الباب، باب مسكر، عم بقرب وبفتح الباب وكل الموسيقى تبع الحفل تجي بوجه واحد وقتي، وبعدين بيشوف كل الناس عم ترقص، فمشان هيك بيستخدم هون الوالتس الفالس. فمنشوف كل الناس عم ترقص وبعدين من كل هالناس اللي عم ترقص
بيشوفها لهاريت. وشو بيطلع؟ ليدافيكس. ليدافيكس لأنه شافها. وبالآخر يعني بتصير بتشوفي كيف بيضيعها بين الناس وبتخلص بطريقة يعني حتى عنيفة شوي بالآخر لأنه ضيعها، بيصير وينها؟ شفتها وراحت مني، ما قدرت خليتها. بيصير في عنده مثل فقد أمل أو رجع ضيعها. هيدي الصبية اللي بيحبها اللي شافها رجع ضيعها، فمنشوف هيدا الغضب أو هيدا مش غضب، حيرة يمكن. حيرة وتوتر، صح؟ توتر. توتر إنه هل حقدر أحصل عليها، وعم يفقد الأمل أكتر وأكتر. وهون السيمفونية بتصير عم بتروح المشاعر تبعه له لتحت. ومثلاً الحركة الثالثة زي ما كنت بتقول أول، سافر على إيطاليا وألفها في إيطاليا، وكانت تصويرية للطبيعة اللي في إيطاليا اللي لقاها في الأماكن الخضراء. فكيف الانطباع ياسمينة؟ صح، لأن هو بالحركة الثالثة هو تيهرب من هدول المشاعر البشعة اللي عم بيحس فيها، بيروح على الجبل. مشان هيك يعني حتى اسم الحركة يعني the countryside pastoral. فيلي صار إنه راح البركي إذا بروح لهونيك بنسيها. فأول شيء عنده طريقة كتير حلوة بيرسم فيها الحياة بالحقلة. يعني هون كمان بيستخدم الآلات الموسيقية لساوند إفكتس مش بس لعزف. بنسمع يعني العصافير، بنسمع. صح، بس اللي أحلى شيء عمله إنه بتبلش بين كأنه السؤال جواب بين الأبوا والكورونغلي. وهون بالحركة الثالثة وين منشوف الإيدافيكس أو منشوف هاريات؟ فبعد كل الرواق يلي منشوفه بيجع بيفكر فيها، فبترجع الإيدة فيكس. بنسمع بس أولا وبعدين بيقطعها كأنه عم بيقول لحاله لا أنا أجيت لهون تأنسيها، ما بدي أفكر فيها. فبترجع بتصير الإيدة فيكس ترجع مرة تانية بيقطعها، مرة ثالثة بيقطعها، لحديت ما الموسيقى بتصير بتكبر وبتكبر وكريشندو كتير كبير بيصير، لحديت ما نسمع مثل يعني انفجار موسيقى. وهون وبعد هالانفجار الموسيقى بتصير تعمل تم. يعني كيف لما بتوم اند جيري توم يوقع من 10 طابق للأرض عن جد نفس الشيء، يعني كأنه هون خلص تعب وفقد الأمل وخلص واستسلم للحياة إنه ما حيمشي. يا الله قد إيش عرف يصور مشاعر جدا إنسانية، يعني من جد عرف يمثل حالة البشرية في الحب أو في المواضيع العاطفية. صح. فشي جدا عظيم. بعد ما فقد الأمل قرر إنه يسمم حاله. يا لطيف. بس الدوز تبع السمي اللي أخده ما قتلته، بس هون بلش يهلوس. وصلنا للحركة الرابعة. هون منروح على الحركة الرابعة اللي هي المسيرة إلى الإعدام. بس ليش سماها المسيرة إلى الإعدام؟ شو قصتها؟ ما هاي هو حلم إنه قتل هاريت وإجوا العسكر تيوقفوه ويعدموه على الإعدام. فكيف الحركة الثالثة هي بلشت بالفالس هون تيرمز العسكر؟ كتب الموسيقى كأنها هي مارتش عسكرية. أيوة أيوة. فهون يعني التم الأول بيرمز العسكر يلي عم بيجوا لعنده على البيت تياخدوه، وبعدين التم الثاني بيرمز الناس يلي هي عم بتهيس للإعدام. فبعدين لما يوصل على الجيوتين هون منرجع منسمع الإيدافيكس بيشوفها بين الجمهور. بس هون الإيدافيكس بيلعبها بس آلة واحدة بلا أكومبانيمون بأكتر طريقة طاهرة، بس ما بيلحق يخلصها بيقطعوا له راسه. بيقطعوا له راسه. وهون بيرجع بنسمع الرول التمبني. تبع التمبني. أيوه. يعني هو عم بيرمز الراس يلي عم بيعمل رولينج والناس يلي عم بتهيس فعلا. يعني وانت بتتكلمي حاسه كني بشوف المشهد قدام عيوني للامانه. واو، قد ما الموسيقى فعلا هي يعني بترمز هيدا الشيء. ومعلومه كمان تانية على الحركه الرابعه، صراحه يعني كل هذا المشهد التصويري اللي عمله بالموسيقى، تعرف انه كتبه بليله واحده فقط؟ يعني دليل على عبقريته بيرليوز صراحه. صح. في الحركه الرابعه. طيب وبعد ما اتسممنا وانقطع راسه ودار راسه على الأرض، نوصل للحركة الأخيرة اللي أنا بالنسبة لي الحركة المفضلة لي. فأنا بوافقك بالرأي، حتى لو الجمهور مش ما بيوافقنا بالرأي، بتك الجمهور يلي سمع على وقت بيرليوز.
وأنا وموسيقياً هيدي الحركة اللي فيها أكتر شيء ساوند إفكت يعني بالآلات الموسيقية. أنا بفضل الحركة الرابعة كمان. الرابعة أوكي. فهون بالنسبة لقوله لأنه بعده عم بيهلوس من السمي اللي أخده بيتصور حاله أنه هو بجحيم. وبهيدا الجحيم عم بيتصور كل شو معقول يشبه يعني النار، الساحرات، أرواح أشباح كل هيدول عم بيجرب يطلع لهم أصواتهم مثلا لما الفلوت والبيكولو يعملوا يعني كأنه هيك شريك عم بيصرخ الآلات كنا بتصرخ فعلا كنا بتنحرق في النار أو حتى في محرات بيعملوا كانوا عم يضحكوا يعني كيف هلا عن جد منفجر بكل الكارتونز هيك. وهون بيلعب الإيدي فيكس بطريقة كتير بشعة يعني بطريقة كأنه عم يستحقرها لهاريوس. أيوه. صح. أيوه. بيقلل منها تقريبا قلل من قيمتها. أيوه. كتير قلل كتير من قيمتها لأنه صار بيكرهها قد ما زعل منها صار كأنه بيكرهها وهي ما عملت شيء مع ترى براسه هو كله براسه. وبعدين خلص بتصير بتكبر الموسيقى وبيصير بيصور حاله يعني بتصير الموسيقى كتير معجوقة بس منسمعه كأنه هو عم بيصرخ يعني منسمع مثل تريلز بالفلوز عمينه يلي هو يعني أنه شوفوني عم بصرخ وبتخلص هالسمفونية بكلايماكس مخيف. أحس أني تعبت والله من كتر المشاعر ومن كتر الأحاسيس والعذاب وكل شيء حسيت أني تعبت نفسياً يا أخي بالعكس والله. أنا حسيت أنه عم شوف فين عم شوف مشاهد هلأ براسي أنا كتير بروح مشهدية لا يعني وقلنا قلل من قيمتها واستحقرها شوية في النهاية وفوق ده كله برضو مسكينة قبلت تتزوج بعد ما تزوجوا وجابوا ولد بس بعدين بالنهاية اتطلقوا بس الحلو انه وقت توفت طلب انه تندفن معه مع بعض. اوكي مع هالخبرية والقصة الحلوة عن بليوز والسيمفوني فانتاستيك نوصل لختام حلقتنا لليوم. ياسمينة بدنا نشكرك على كل هالقصص الحلوة والمعلومات اللي عن جد شيقة. شكرا لكم يعني جيتي وشفنا فيلم شكرا لكم مشاهدينا. موعدنا بيتجدد كل أسبوع على الثقافية وشاهد.